الدستور يجب أن يستمد من الفكرة اللي بتوحد الشعب كله. الدستور ما فيه أغلبية وأقلية، لكن الإدارة والتنفيذ فيه الأغلبية والأقلية. في الوضع الديمقراطي الدستور يجب أن يكون حق كل الناس وأمل كل الناس وتطلع كل الناس. بعدين الديمقراطية تقول أنه الإدارة تكون في إيد الأغلبية، الأقلية لها حقها المحترم في المعارضة، بمعنى أنه الأقلية يمكن أن ترشح لأعلى الوظائف بنص الدستور، الأقلية يمكن أن تنافس بالترشيح في أعلى الوظائف، والأغلبية ترشح. بطبيعة الوضع الديمقراطي في الانتخابات الأغلبية بتفوز، يعني رئيس الدولة يمكن أن يترشح من أي جهة، من الأقلية المسيحية أو الأقلية الوثنية أو أي جهة حسب الديمقراطية. ده الوضع. بعدين الأغلبية بتفوز مرشحة، لكن ديلك لا يمكن أن يحرم دستوريا من الحق ده على اعتبار أنهم هم أقلية. أفتكر النقطة دي ممكن تكون واضحة. الدستور هو قامة الشعب كله، هو تطلع الشعب، أمل الشعب كله، أقليته أغلبيته. التطبيق عندما يجي ما في الحقيقة ما بيظلم الأقلية، هو ده الوضع الديمقراطي، أن الأغلبية تكون معارضة والأغلبية تكون صاحبة السلطة. لكن المعارضة والسلطة عند الإنسان الواعي ديمقراطيا الاثنين في مستوى التشريع ومستوى التنفيذ، لأنه اللي بيعارض بمحص الحق. إذا كان عارض في التشريع أو عارض في التنفيذ هو مساندة. حتى عندك مثلا في بريطانيا بتسمى معارضة جلالة الملك، تشريف لها تنسب حكومة جلالة الملك معارضة جلالة الملك، والاثنين بيعتبروا مساندين لبعض في إصدار الحق، زي وضع القاضي والمحامي. واحدين يقولوا للقضاء الجالس والقضاء الواقف، المحامي يعني القاضي الواقف والقاضي القاضي الجالس. مش المحاولة مش هي محاولة أن الناس يضللوا عن الحق أو ديلك يعارضوا بدون وجه. فالمعارضة والحكومة في الوضع الديمقراطي الصحيح الاثنين في جهاز واحد ليعملوا لخير البلد. ولذلك تلقى الأقلية حقها ما مهضوم في الديمقراطية. لكن إذا جاء واحد قال لنا الدستور الإسلامي لازم يقوم لأنه هو فكر الأغلبية ودين الأغلبية والأقلية تكون تابعة، أو قال أنه الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية لأنه بيديها حقها في العبادة واحترام العبادة، ده بيكون بعيد جدا من أن يفهم المواضيع دي، يكون فعلا جاهل بالأمر ده. وداء من المستوى اللي قاعد يقال في الوقت الحاضر في الدفاع عن الدستور الإسلامي، ودا مما يخلينا نتكلم عنه بوصف مزيف. هنا موضوعنا نحن في الناحية الإيجابية زي ما قلنا بنتكلم عن أسس دستور السودان، وأسس دستور السودان الدائم بنعتقد أنها يجب أن تقوم على الأصول اللي بيلتقوا فيها الناس، مش على الأصول أو الفروع قول اللي بيختلفوا فيها الناس. الناس بيلتقوا في العنصر الجامع بيناتهم، ما بيبحثوا عن نقط الخلاف بيناتهم. مرحلة العقيدة في أي دين دي نقط خلاف بين الناس. أنت على عقيدة من العقائد من الخطأ أن تنتظر الناس التانين لازم يحترموها ويؤمنوا بها زي ما أنت مؤمن بها، ولا يكونوا مخطئين يستحقوا منك المقاومة والجهاد. تمام صحيح. الصحيح أنه في مستوى العقيدة كل حزب بما لديهم فرحون، لكن الناس في أصول بتجمعهم هي أصول الإنسانية. نحن لما قلنا ما عايزين نسمي حكومتنا حكومة دينية لأنه بنعتقد أن الناس بيلتقوا في الإنسانية، يفترقوا في العقيدة يلتقوا في الإنسانية. إذا كان الدين الإسلامي ما فيه غير العقيدة ما هو صالح. إذا كان الدين الإسلامي ما عنده مرحلة غير العقيدة ما هو صالح لبكرة إطلاقا. لكن لحسن الحظ أن العقيدة في الدين الإسلامي مرحلة وحقيقته إنسانية، بمعنى أنه أصل الإنسان مولود على صورة نقية. نحن ديننا سمي دين الفطرة في حديث نبينا في القرآن. الفطرة برضو نبينا قال عنها أنه كل مولود يولد على الفطرة،
مش كل مسلم كل مؤمن بيولد على الفطرة، كل مولود من حيث أنه بشري، كل مولود بشري هو بيقصد بالكلام ده، يولد على الفطرة. بعدين يبقى يهودي أو يبقى مجوسي أو يبقى نصراني بالوسط اللي بيعيش فيه. فالحديث النبوي قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني هو طفل، طفل المجوسي وطفل الوثني وطفل المسلم وطفل اليهودي وطفل النصراني، من حيث هو بشري هما مساوين. بعدين لما نجي يعيش، إذا كان أبوه وأمه يهود بيبقى يهودي، إذا كان أبوه وأمه نصارى بيبقى نصراني، إذا كان أبوه وأمه مجوس بيبقى مجوسي. ده المجتمع الصغير اللي بيأثر فيه. وبعدين المجتمع الخارجي في الحارة وفي السوق وفي المدرسة بيصبغ بالصبغة اللي بيبقى بيها بعدين متميز بصورة من القصور أو صورة من الكمال أو صورة من الصور. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. بعدين الأصل الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الانحرافات دي بتجي في السلوك لقدام. ده المعنى اللي قال به إن الدين عند الله الإسلام، وده المعنى اللي منتظر به الإسلام أن يطبق على الأرض كلها ويملأ الأرض عدلا كما ملأ الجور وينتصر على الأديان كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نحن بنتكلم كثير عن أن الإسلام مش غاية في ذاته، الإسلام منهاج من الحياة تكمل بها حياة الإنسان. الإسلام أسلوب حياة، بممارسة الأسلوب ده نحن نصل لأصالتنا ولحقيقتنا ولنقاوتنا الأولانية. الإنسان فطرته اللي ربنا فطره عليها هي أنه قلبه سليم، ما هو مكسوم، ما هو حاقد، ما هو مضغن، ما هو منافق. أي طفل من الأطفال لو تشوفوا البراءة فيه بصورة واضحة، ولا عنده نفاق ولا عنده تدليس ولا عنده كذب ولا عنده غش ولا عنده طموح ولا عنده بغض. بعدين عقله برضو صفحة بيضة، الطفل ده مولود صفحة بيضة في عقله وقلبه. بعدين لقدام يمش يدخل فيه النفاق والرياء الاجتماعي والكذب والحقد والبغض لغاية ما يبقى مكلف، الفطرة دي تمسخ. وهي العبارة القرآنية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى عليها النقاوة دي، بقت عليها الصدى من القشرة من الصدى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعدين لما يكون في سنة 18 وسنة 20 ويبتدي في التكليف في الدين، الغرض بتاع الدين أن يرجع لأصالته دي، أن يعطيه مع التجربة النقاوة. الجبال دفع ثمن لأن يكسب تجربة، لأنه فطرة الأولانية ما في عبرة كبيرة بها، هو ضعيف، هو جاهل، الطفل ما عنده تجربة، صفحة بيضاء ما انكتب فيها شيء. التجربة ضرورية، اللي يمشي للتجربة بيدفع ثمن. الثمن ده هو ما سمي بالران، التغطية اللي بتحصل على قلبه. كأنه الإنسان في الفكر الإسلامي، الإنسان البشري بيمشي بخطوتين لله، خطوة بيكسب فيها التجارب بصور فيها تدنيس وفيها كثير من الزلل والخطيئة، بعدين الخطوة الثانية تنقية للخطوة دي ليرجع للسلامة ثاني مرة وللفطرة ثاني مرة مع التجارب اللي اكتسبها. إذا كان الإسلام عرف بالصورة دي كمنهاج للحياة، يبقى كل إنسان محتاج له، وكل إنسان يعتنق ويصير فيه بهداية بالصورة دي يرجع إلى صورة من النقاوة والطهر والطيبة بتاعة الطفل. ثم هو عارف، هو مجرب، هو مارس لأعمال واجهها وصاولها انتصر عليها وحلاها في تجاربه. الإسلام دي قيمته، قيمته أنه يرد البشرية إلى الفطرة اللي بتلتقي فيها تاني، والعقيدة فيه لكنها مرحلة. في مرحلة العقيدة الناس ما بيلتقوا، الإسلام ما بيكون مرشح لإنسانية بكرة في مرحلة العقيدة، لكن بيكون مرشح في مرحلة التنقية دي، في مرحلة الإنسانية، يعني يرد عنصر الإنسان إلى الإنسان مرة جديدة بعد ما مسخ. هذه ده الأمل في الإسلام في المستوى ده.
من أجل ده نحن ما عايزين نقول حكومة دينية. أسس دستور السودان ما سميناه أسس الدستور الإسلامي، لكن في الغلاف من برا كتبنا عنه ما يدل على أنه هو الدستور الإسلامي، ما بنسميه إسلامي في أي مرحلة من مراحلنا. نحن ما راح نقول ده الدستور الإسلامي، لكن المحتوى هو الإسلام، وعدنا الإسلام في المستوى ده هو دين الإنسانية.